صباحكم الله بالخير. شلون لقطة؟ شلون لقطة لطيفة؟ هذا الطريق مال الماونتن بايك ومال الخيول يستخدمون هذه الفيتس والبرومو فيتس يستخدمون. طبعا هنا ممنوع السيارات تتحرك الا السيارات الدابعة لحماية الغابات او الامرجنسي كار او الفلاحين هاي بالتراكتور مالتهم يقدرون يدخلون مزارعهم ياخذون طريق الخيل. هدوء ولا احلى توقيت ساعة 9 الصبح. حياكم الله.